أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى المشرع. قال إذا كان على بد فاطلب قليلا من الماء إلى هذه العطاشة. يعني الحسين لم يقل للعباس أذنت لك لعلمي بأن العباس هذا خروج الأخير ولن يعود إلى المخيم. هاجركم الله حمل العباس القربة وصعد على صعوة جواده وانحدر نحو الفرات يزمجر ويكبر قائلا الله أكبر. فلما رأوا أسدا حصورا انزاحوا عن المشرع وفتحوا له النهر فترجل بأبي هو وأمي من على ظهر جواده ونزل إلى الماء وخاض فأحس ببرد الماء فخاضعوا برجليه فأحس ببرد الماء ضرب غرفة يتأمل فيها فنادى أشرف وأخي الحسين عطشانا ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطهر أبنيه رقى يا الله. ولقى الميمن ميسرا والميسر ميمنا حتى أكثر فيه ملقى فبينما هو يقاتل فمن الأول عين من خلفه أني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. هاجركم الله حمل عليكم حملات علي حيدرية فبينما يوم
اسمع شي بالجو.